حبة البركة زي ما قلت لكم ان في حديث للرسول عليه افضل الصلاة والسلام، اوضح ابي هريرة او ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام، رواه البخاري. والسام هنا بمعنى الموت، يعني حبة البركة فيها فوائد وعلاج لامراض كتير فيما عدا الموت. فقد ايه هي مفيدة جدا وقد ايه هي ضرورية في حياتنا ان احنا نتناولها باي شكل كان. علشان كده النهاردة زي ما قلت لكم هنعمل بيها اربع وصفات، وتعالوا بينا بقى نشوف فوائد حبة البركة. الموطن الاصلي لحبة البركة هو الهند وايران والجزيرة العربية، باكستان، المغرب العربي، وكمان بتزرع في مناطق غرب اسيا ومناطق حوض البحر المتوسط. كمان بتزرع في تربة تكون خالية من الملوحة وتكون كمان جيدة التهوية. حبة البركة ليها أسامي كتير قوي، احنا عارفينها هنا في مصر بحبة البركة، في بلاد تانية بتقول عليها الحبة السوداء أو الكمون الأسود أو القزحة أو الكالونجي الأسود أو الكروية السوداء. بتعتبر بذور حبة البركة مصدر غني جدا للأحماض الدهنية الأساسية بما في ذلك أحماض الأوميجا 3. كمان تحتوي بذور حبة البركة على كمية معتدلة من البروتين الضروري لإصلاح الأنسجة. كلنا عارفين البروتين بيساعد على التئام الجروح و نقول ايه كمان اللي هو بيبني الجسم والأنسجة والحاجات دي كلها. طيب هي مصدر جيد جدا للألياف، بتساعد في عملية الهضم وبتعزز انتظام حركة الأمعاء. تعتبر الحبة السوداء مصدر جيد جدا للمعادن زي الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والزنك. كمان فيها مضادات أكسدة كتير جدا، بتساعد كمان في خفض مستوى الكوليسترول في الدم وبتخفض ضغط الدم وبتحسن كمان من صحة القلب. فوائد الحبة السوداء أو حبة البركة ما بتنتهيش عند كده، هي كمان بتعالج الكحة والسعال، علاج للصداع، علاج لألام الأسنان، مكافحة لالتهابات المفاصل، كمان بتقضي على الديدان المعوية وبتساعد على التئام الجروح زي ما قلنا والشفاء منها. دي حاجات بسيطة جدا من فوائد حبة البركة. زي ما قلنا لكم حبة البركة ليها فوائد كتير ومختلفة، زي ما قلنا علاج من كل داء أو شفاء من كل داء زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا السام ألا وهو الموت. دي كده فوائد حبة البركة، عشان كده ضروري يكون المطبخ بتاعنا فيه حبة البركة نستغلها في أي حاجة.